رجعنا مع حضراتكم ونجومنا الكبار كابتن مدحت بونجك. بونجك قول لي بقى ايه حكايه بونجك؟ انا في اسامي اتقالت عليا كتير. ابو حديد مره اتقال عليا بونجك. اقول لك قصه جميله قوي. كان مصطفى يونس وابراهيم يوسف الله يرحمه الاثنين خدوا اوسكار احسن لعيبه في مصر. الاثنين خدوا اوسكار الاخبار كاحسن لعيبه في مصر، والاثنين بيلعبوا في مكان الليبرو في منتخب مصر. جه مدرب مجري اسمه بونجك كان ماسك المنتخب مصر ساعتها. انا ما بلعبش خالص، انا بلعب باك ليفت باك شمال، مش ليبرو خالص فهو صمم والف ودماغه الف جزمه ان انا العب ليبرو ويلعب، ومصطفى يونس وابراهيم يوسف قاعدين احتياط وهم احسن اثنين لعيبه في مصر. فهو مصطفى يعني استدعاك للمنتخب ولعبك سيرد باك. انا رحت المنتخب ورحت فاكر ان انا هلعب ظهير ايسر، لقيته بيلعبني مقتنع بيا تماما بتاعه وعمره، وانا مع عمره ما لعبت المكان ده. قال لي انت هتبقى الاساسي بتاعي هنا، انت هتبقى احسن واحد هنا. فمصطفى يونس وابراهيم يوسف الاثنين بيضربوا كف على كف. فمصطفى ابتدى، مصطفى يونس الناس بتساله، قال له ليه بونجك يبقى خال مدحت. وبعدين لقيت نجيب المستكاوي قال لي تاني يوم قال مدحت بونجك. ما هم مستغربين القرار، قرار صعب قوي. فطلعت على حضرتك، فطلعت عليا الدوره اللي دوره البحر المتوسط في يوغوسلافيا، انا اللي لعبتها كلها ليبرو. لعبت ليبرو فيها، ليبرو واساسي، ولعبت الدوره كلها. فهو ابراهيم، وهنا ابراهيم يوسف كان لعيب الله يرحمه لعيب عالمي طبعا. ومصطفى يونس حاجه فوق الوصف، مصطفى يونس لعيب كبير قوي. والاثنين في مكانهم كانوا نجوم مصر بالظبط. وجه الراجل ده مصمم يا عم خلينا في مكان ابن خالك بقى. فهو مصطفى قال لك ايه الراجل ده خاله اكيده. لان خالته كانت هنا في المجر، وده خاله اللي بتاع المجر. كابتن مدحت بس حضرتك